ماشي بكيف حياتي أنا شوية. يعني أنا مثلا يعني كنت أشتغل عندهم وكنت أدخن في اليوم 500 شيكل 600 شيكل أدخن في الشهر. كنت أنا أقعد في الزاوية هاي مع غلاية القهوة أسويها أنا الصبح، أقعد هناك أدخن. يعني بجوز غلاية القهوة كانت تقعد ساعتين أو ساعتين ونص وأنا قاعد أدخن في السيجارة وأشرب فنجان القهوة وأتمتع. يعني كنت مستمتع، يعني كيف البخار تبع القهوة مع دخان السيجارة كيف يختلط في بعضه هيك كيف يطلع، كان إشي جميل يعني وإشي حلو. لا بس أنا إذا الإشي هذا الحلو بدي أثر على نفسيتي وعلى شخصيتي، لا ما بدي إياه. فأنا تركت الدخان عشان أوفر 500 شيكل لأولادي. أنا بربي أولادي ها، لكن يعني أنا مين بربيني؟ أنا بربيني إذا في دولة، الدولة اللي بتربيني وبتعلمني كيف يعني أمور الحياة وكيف إني أنا أكون يعني نافع في المجتمع. لكن إذا فيش دولة في ثورة. يعني أنا إذا التربية مليحة الثورة اللي ربتني التربية المليحة هاي. فالمفروض إن الثورة كمان يعني تربيني مش بس يعني كتربية يعني اجتماعية، لا كمان كتربية اقتصادية، يعني هي المسؤولة عن تربية الاقتصادية. فأنا بتأمل يعني إن القيادة السياسية تبعتنا إنها تنتبه يعني للنقاط هذه وتحاول إنها يعني تخلق لنا الحياة الكريمة للشغل، يعني ونستغني عن المجتمع الإسرائيلي من مرة ونستغني عن الاقتصاد الإسرائيلي. أحكي لك إحنا كنا نيجي من هاي الطريق، طبعا أول ما بدينا نيجي صبتنا حالة اكتئاب وإحباط، طريق طويلة الدنيا شوب وفيش إشي بالطريق حتى تطلع عليه، فيش غير الشجر. وقتها كان لسه شجر الخوف بدي يطلع. فيعني أحيانا نضمك عادي ساكنين بالسيارة، أحيانا نايمين، أحيانا يعني زحمين. المهم مرة طلعنا مع شوفير وكله والله إحنا إلا يعني إحنا من مخيم الدهشة، وبصراحة إحنا مش زارعين خوف ونفسنا ننزل نوكل كم من حبة خوف. فكل عنا العين وراسي طبعا ما كنتش غير أنا وياها بالسيارة ولا كان حكيناش يعني. فوقف لنا كان في ناس لسه بيلقطوا فنزلنا نلقط لو أجا ختيار كل يا عمي معلش بدنا نلقط حبتين وهكذا. يا عمي خذوا كمان، اعطانا هالكيس. طبعا ميسون متجوزة وعندها بنات وكل الحين بروح لبناتي معاي كمشي الخوف، وانا اعطاني كيس كنا لقطوا كيف ما بدكم. نزلنا بين هالشجر ولقطنا، كان طبعا خوف هيك مرتب، حطيناه بهالكيس وروحنا. كلنا يا عمي اي وقت بدكم تنزلوا تاكلوا احنا يعني الكرم على حسابكم كل وقت ما بدكم. شكرا. انبسطنا من يومتها خلاص غيرنا جو، صار في اشي يعني في اكشن في الرحلة اللي من هون للخليل. الانتفاضة الأولى بقول لك الشارع الرئيسي هذا كان يربط بين القدس والخليل طريق المستوطنين الرئيسي. فهلا هن إسرائيل إيش فكرت؟ بدها تمنع ضرب الحجار يصل للشارع، ما بقدرون يأكلوا الشارع. اليوم لكلوه اليوم بوقت نهض شارع 60 بسمول هذا اللي بروح على قيل وعلى النفق صفة، بس صار يعني شارع للعرب ما بيجوا علينا مستوطنين من الطريق هذا. هلا زمان ما كان عندهم تفكير زي هيك ينقلوا الشارع. الأسهل إلهم كان والأسرع إنه يسووا علينا حاجز يحجز بين الدهيشة والشارع الرئيسي. طلع قرار لازم نقص الشيء. اوكي بنقص الشيء. اتفقنا. انا متذكر مثلا يعني يوميتها بجوز حوالي 250 واحد، كانت الدنيا مطر 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 يعني وسكعه، كل الناس لابسين جاكيتات. اتفقوا الساعه 12 بالضبط يتجمعوا في مكان واحد. هذاك بيحكي له خمسه وهذاك بيحكي له خمسه وهذاك بيقول له. اتجمعنا في منطقه هيك في الدهشه فوق وتفرقنا من اول الشيك لاخر الشيك، كل ماسوره عندها واحد، كل مصورة عندها واحد. هلا تجيب يمرك، تجيب يمرك من هان ويطلع. وين يلتكوا؟ يلتكوا في نص المخيم الجبين على الشارع في نص الشارع. هلا يوم يلتكوا في نص الشارع اللي هون الشباب انشر 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 عبين ما يجي يجيب نعاود نوقع. بس يروح لتحت شوي تشك تشك تشك.
انشر 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 وعاود يقبل. من الساعة 12 لأربعة ونص الصبح والشباب بس بتنشر وبتقص في الشيك والشيك واقف. قبل هاي الانتفاضة كان يحطوا لنا شيك شيك على كل المخيم. لما كنت بدي تطلع لما كنت بدي أطلع من المخيم لازم ألف كل المخيم عشان ألاقي فتحة أقدر أطلع فيها. طب أنا عايش في عالم واسع كبير، طب ليش أنا عايش بس هذا الفسحة الصغيرة هاي هي اللي مرسومة إلي؟ أنا ذكروية تحت اللهجة الذكروية الإتش. كل حارتنا هذول من زكريا، زكريا اللي حكى عنها أبوي وإمي وستي، زكريا اللي انولد فيها أخوي وأختي، زكريا اللي منزورها كل سنة، زكريا اللي كان في إلنا فيها بيت وكان في إلنا أرض، اللي كان في إلنا فيها شجرة. هون إحنا فيش عنا ولا أي إشي، عنا حيطان هون إحنا عايشين فيها، بس في حيطان عايشين. هلا بعد ما راح تجيب التقوا بابن مخيم وابعد وجيب طلع فوق وجيب هناك رجع تجيب، إذا بدي أحكي لك بجوز أربع ساعات بس للصبح طخ طخ، يعني بس تسمع صوت طخ وإحنا كلنا مروحين في الجبال. طبعا شرادنا إحنا يعني الفرحة، يعني بدي أحكي لك كأنها تحررت فلسطين يوميتها. طبعا ما طولش هواك هالشي، كان بجوز ثاني يوم العصر كانوا مسوينه وأضافوا من جوا كمان شغلات هيك اللي ما نقدر نصل الشيك، وهذا سجن الدهيش. منذر الرأي طبعا من سكان مخيم العرو. طبعا تعرفنا على سنة من خلال المركز النسوي لأنه قامت ببعض نشاطات مختلفة. هذا هو المدخل الأساسي، وبعدين في مدخل ثاني مدخل فرعي للمخيم بتكون عليه مجنزرة إسرائيلية أو مدرعة موجودة، وغالبا ما بيسمعونا سيمفونيات مختلفة، يعني رصاص 250 أو أسلحة ثقيلة وخفيفة كيف ما كان يكون. فإحنا شلنا الشيك يعني أول ما طلع الجيش عند الجيش يعني، وهم لأنهم منطقة سيخ مخيم واقع على طريق رئيسي بربط كل المستوطنات، فيعني لا يمكن إلا لازم كل السيارات المستوطنين تمر من هون. حفاظا على سلامة المستوطنين لازم يضل الشيك موجود. المؤسسة اسمها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بس المشروع اللي احنا بنشتغل عليه هو مشروع اسمه الرفاه النفسي للاجئين الفلسطينيين. ومركز المرأة استلم منطقة الجنوب اللي هي منطقة الخليل، فاحنا استلمنا أربع مناطق من ضمنها مخيم العروب.